سلطانة؟ عتيقة؟ أنت شو عم تعملي هون؟ سينان باشا أنا وقفت إعدامه. والي إسطنبول نفذ أمري إذا ما خبروكي، وما بقى تتصرفي أي شي بدون علمي. أنت شلون بتعفي عن هالمجرم؟ هذا لازم يموت أبشع موتة. بجوز يكون مجرم، بس مو أنت اللي بتعاقبي على هالشي، ولا الأهالي، مولانا بيعاقبه بس، ورح يبقى بالسجن ليرجع أخي من الحرب. وإذا كان كلامك صحيح كوني مطمنة، مولانا رح يعدمه أكيد، مثل ما رح يعمل بخليل باشا. ليش هو وينه؟ حطوه بالسجن بأمر مني طبعا، لأنه مطلوب بتهمة الخيانة العظمى. إذا قصدك عن هجوم القصر فأنتي مثله. مزبوط، كنت بعرف، بس أنا طلبت العفو من أخي السلطان ومولانا سامحني. طيب وأنتي قدرتي تسامحي بعد ما قتل أخوك قاسم وأخذ أخوك إبراهيم غصبا عنه على الحرب كمان؟ هلأ مو وقت الحساب، لأنه ما حدا فينا بريء. أنا هلأ كل اللي بدي إياه أنه أقدر أحمي أخي إبراهيم من الموت، والطريقة الوحيدة لهالشي بأنه ندعم حكم أخي ونحمي عرشه من أي خطر. رب العالمين طول الوقت عم يمتحني فيكن، مع أني ما قصرت ولا بشي معكن. خسارة. أعدائي ما عملوا يلي عم تعمليه معي. يا خسارة. سلطانة، عذريني على فضولي، بس شو كاتب مولانا؟ كاتب إنه أمي السلطانة ما حاولت اغتاله، بس هو نفد الحمد لله، وقال أمي اللي قتلت زوجي رئيس الحرس وفاريا كمان. ماني مصدق اللي عم بسمعه، فاريا ورئيس الحرس السلطانة قتلتهم؟